شو بده يحكي الواحد. احنا وياكم نعود لمتابعة عالم الصباح ورشة ملح وجراتان دجاج. احبائي من جديد ليكو كمان الكريمة اللي عم نعملها. اوكي شو عملت اللي ما كان معنا صار معنا يا جوزيف؟ حطيت شوي صغيرة من زيت الزيتون. اوكي حطيت عليهم بعدين الطحين، لانه اذا فينا نقول لكل لتر من الكريمة بدهم حوالي 50 ملي لتر من زيت الزيتون و50 جرام من الطحين. اوكي زيت زيتون بعدين الطحين، صار عندي الرو، منضيف عليهم كباية من المرقة الدجاج اللي عندي او مرقة اللحمة او مرقة الخضرة اللي عندي. هاي بشاميل يعني؟ اوكي انتبه، لا هذه بشاميل مع الكريم فريش ومرقة الدجاج او اللحمة، مش البشاميل المزبوطة. بشاميل المزبوطة هي من الحليب. اوكي هون احنا عم نكتر كمية الكريم فريش. طلعوا هون هيدي الكريم فريش الحلوة لكوينة، هون صار عندي اياها والصوص بتعقد. اللي بدي اعمله انا هلا بعد ناقصني غير حطيت انا الملح والفلفل، عنا جوز الطيب اللي هن النتمن او النوا موسكاد. شو بتحط الفلفل الابيض؟ حطيت فلفل ابيض، شوي صغيره من الكمون انا هلا بس طلعنا كمان بريك، شوي صغيره كمان من البابريكا حطيت نتفه صغيره مشان اعطي طعمه، وهون كمان صاروا عندي اياهم جاهزين. رح نحط هيك، رح نحرك يا جوزيف وانتقل هلا انا بسرعه تفرجيكم المي تبع الدجاج. بس تغلي المي، طلع لك قديش نقيه المي، حلوه كثير. ليش هيك تظبط؟ اوكي بتعقد لك. سلقت الدجاج، ليش هيك نقيه؟ لانه سلقت الدجاج بالمي اللي عم تغلي. طلعوا شو حلوين. ايه بس ما شلت لها زفرتها. اوكي بقوله. ابدا ابدا، اول شيء كلمه زفره اذا بعد بتجيب سيرتها. ليه ما بشيل؟ ما يطلع شيء ابيض بنشيله. مش رح بعدك، ما لازم يطلع شيء ابيض ابدا، لانه مع الشبشادي ما بيطلع شيء ابيض. ليش اذا بعد الدجاج بالاوت اوف سبيس يعني 100%؟ لا الاوت اوف سبيس هيدا الراس يلي بيشتغل 24. لا لا طب قال لي ليه بعده عني 150 متر. بس ما قال لي ليه، ما عم بسأل. لانه طريقه الطبخ يلي بدنا نستعملها بتغلي المي وبعدين بنسقط فيها الدجاج اللي بيكون مش منزوع ومش طالع ريحته، بتكون دجاج منيح. يعني نحن الزفره اذا طلعت عندنا اليوم او الريحه نحن ما لازم نستعمل الدجاج. عم بشتري مثل مطرح ما انت ابدا عم لا ابدا، اللي انا عم بشتري انت بدك 150 متر. لا بدك تنقي نوعيه، شيل المزح على جنب، بتكون نوعيه منيحه. ما نحن نروح نشتري صفين الدجاج تبع 8000 ليره اليوم، لانه ما بنعرف. لا في تبع 18000. هلا البشر طبعا 10 بدهم يعملوه على طريقتي. بس في عالم مش قادره تشتري تبع 18. طيب شو بدي اعملهم؟ طيب انا علي انا اليوم كشاف على التلفزيون، علي انا اليوم مش على التلفزيون، حتى باي محل كان وجه العالم بالطريقه الصحيحه ويعرفوا شو هو الصح، وبعدين اذا عملوا غلط. طيب مش مشكلة. درست كلماتك معي بس 100%. ليكو هون اذا ما درست كلماتك بحكي. يا لا جوزيف بشرفك. هي جابتي هون 100 دولار. اي وين اعطيتني بس 100000. ليكو السفين، ليكو السفينه بعد اكيد ما استويت على الاخر، لان انا بدي ادخلها على الفرن يا جوزيف. طلعوا شو حلوين. اوكي بس انه نوعا ما مستوي، شايف شو بك؟ انت عن جد مش مرتاح. ليه؟ طلع شو حلوين. ها ليك شو حلوين هالسفين، بعقدوا مسلوقين. شوفون انا بنغرم بالموضوع او بالطريقه الحلوه للطبخ، وكمان بنغرم بالمواد يلي بيعملوا لنا اياها مشان ناكلها تكون منيحه. يعني مغروم بالنوعيات فينا نقول. بس لازم تكون نيقه بكل شيء. ما انا بقولوا عد بسطك من اجريك وعد قياسك البوستيبا. اذا كنت لازم كون نيقه فانا عن جد نيقه على هودي الموضوع، وانا بتمنى انه نشتغل بهالطرق، لانه عن جد نتعب حتى نلاقي طريقه كمان حلوه. لك انا شو عملت هلا جوزيف هون؟ اصحاب التوصيف ريشار كثير. ريشار حبيبي قلبي. شيء هيك عايرك عايرك جاكيته اليوم. تحية للشيف ريشار بولغس. شيف ريشار، شيف ريشار بده جاكيت مثل هيك اربع مرات يا حرام. اوكي لا مش حرام، هو بحب هيك، بحب كثير الاكل الشيف. اول شيء خلينا هون، ليكو شو عملنا بهالطريقه. جبت انا هون الدجاج، لك يا جوزيف شو انا عملت الدجاج. بيجي انا هون قبل خليني شوي بدهم بعد استوى، لانه رح نرجع نغليهم مع الصوص 100%. ولك انا هون شو بدي اعمل؟ انا عندي هون لكوينا حطيناها هون، سوري دوخنا حالنا. بنجيب قشقوين او شو ما كان من انواع الجبنه. طلع يا جوزيف شو عم بعمل. اي نوع يعني، فينا نروح على اي نوع من الجبنه بنحبها، حتى جبنه بيضاء، مهم هالجبنه حلوم عكاوي اللي بدكم اياه. رحت انا على التشيدر، من اكل شقفه منها ما رح نقول. اوكي؟ لا مش انت.
اوكي ليك هون شو حلوين. انا عندي سؤال لك. شو انا كيف فيك تاكل هذيك السلطه شو 250 جرام طلعت السلطه؟ ايه سلطة عمان عامل دايت دايت على السلطة. دايت على السلطة انت؟ ما راح اكل يوم جرد ثاني. الله لا يصدقني. والله. الله لا يصدقني، اوكي. بدوق يا شيخ. موتزاريلا موتزاريلا وليكو شو هون شو حلوة هيك، بنحط نحن الكريمة ليكو كمان الصوص كيف طلعت معنا. اوكي؟ أنا عم علي، وهلا كمان فينا نشوف الوصفة يا جوزيف من دون أي مشكلة. بس قلت لنا ثلاثة بواحد. يا سلام، هيدا واحد. اوكي. ما هيك؟ اوكي. وبنحطها بالفرن لا تحمر يا حلوه. دكور. شو رايك بالموضوع؟ هي. واذا بدك كمان فينا نعليها والوصفه لكوينا على الهواء تناخذها مزبوط بطريقه حلوه، هيك بيكتبوها بياخذوا المقادير كلها حتى اذا نسينا شيء يكتبوه مزبوط قدامهم وتنعمل بطريقه حلوه. هي. يا جوزيف يا 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 جوزيف يا يا صاحبي يا صديقي. اوكي يا صديقي ما فيك تقول غير هيك اصلا. اوكي رح ننتقل هلا على الطنجره الثانيه اللي هون رح اطفي انا تحت. اوكي او انا رح شيلها هون لان انا خلص كنت بدي استعمل منها انا الكبايه تبع حطيناها بالكريم فريش استعملت منها، بس اللي بدي اقول انه انا هلا اليوم بدي كبها ما رح استعملها، بس انتم بالبيت او انتم عم تشتغلوا بالبيت فيكم تحطوه بالبراد من دون اي مشكله او بالثلاجه. اوكي 100% حطوه بالثلاجه فينا نستعملها بعد اشهر وبعد سنين لانه اذا مرة عملنا سوا انا وياك بالبيت بتتذكر الصوص البويون تبع الخضره واللحمه؟ انا ماني متذكر ولا مره رايح لعندك. لا عم بحكي جد هلا. لا انا صاروا مثل كريم لبن وحطيناهم ب 10 جرامات 10 جرامات ماني سامع 30 جرام 3 لتر شو عملنا يومها؟ البويون تبع اللحمه والخضره. اوكي لكن 30 جرام شو عملنا؟ جاكيت حلوه؟ كثير حلوه بس شايف بتصور وات يو كانت ريزيست افتر 150 متر بس كان في البسها انا وياك مع بعض. والله حلو. اوكي يلا 3 لتر من المي 30 جرام من الملح اللي هن عباره عن 3 ملاعق صغار من الملح، كمان عم نشوف بعض الوصفه قدامنا، انا رح اخذ كم ورقه من اوراق اللازانيا، رح ناخذ اربعه، اوكي وحده بهالطريقه، اثنين وهي ثلاثه وهيدي اربعه، بدك وحده خمسه جوزيف، انت بطنك كبير شوي صغيره، لك وين هون، ورح نجي نحن هون نحركهم نتفه صغيره وبدنا نعمل بلا لازانيا اسبريس، لازانيا دغري معموله مع الدجاج ومع الكريم فريش ومع الجبنه. انا بدي انبه المشاهدين ينتبهوا هن وعم يسلقوا اللازانيا ما يحطوا العلبه كلها بالميات لانه بيلبسوا على بعضهم، لازم يحطوهم مثل ما حطهم شادي. طيب هذه الالتفاته مهمه. ما اتفقنا انا صارت معي ما اتفقنا انضب يعني كيف؟ يعني ما يعني اني ما تحاول عرفت علي كيف؟ يعني ما فيك تعمل كل شيء. اوكي. كمشي كبيره. اوكي لكن انا عندي هون اللازانيا مثل ما قال جوزيف ليكو شو حلوين قاعدين هلا عم ينسلقوا، نحن بنحركهم بطريقه حلوه حتى ما يتكسروا معنا لانه شكلهم باللازانيا اسبريس بيطلعوا حلوين. اما اذا عم نصفهم فوق بعضهم اللازانيا اذا وحده شي مخزوقه بنضبها بوحده ثانيه مش مشكله. اوكي بس انه بهالطريقه نحافظ عليهم اكثر واكثر. هيدا واحد. اثنين ليكو شو عندي انا هون؟ عندي حشوه ضلت عندي امبارح يا جوزيف انا، اوكي؟ لحمه مفرومه امبارح حشيت انا بطاطا، عملت شار بوتيتوس، لحمه مفرومه مع بصل وثوم وبقدونس ونعنع بقلبها وبندوره وبهار وفلفل، حتى ممكن تكون حشوه الكبه مع الصنوبر او غيرها نعمل منها نحن كمان بدنا نحط لها كزبره كمان 100% ونحط لها كزبره او شو ما كان، ليكو انا شو بدي اعمل كمان؟ بدي اعمل منها انا كمان صوص اليوم ولعت، رح اجي انا لا انا حطيت فيها نعنع وبقدونس، ليكو شو عملت انا هون ها؟ حطيت فيها اللحمه بهالطريقه ورح نعمل معها شويه نودلز اليوم، شو رايك بالموضوع؟ منيح هيك؟ هو هن يعني اوكي، لك يا جوزيف شو صار انا عندنا هون؟ باردون وين وين وين؟ برافو عليك، لك انا هلا هون شو صار عندي؟ طلع واو كيف الوضع يا جوزيف؟ احمرت اوكي على السريع هلا يلا إيه لانه ليش على السريع؟ لانه اول شيء الدجاج مستويين 80-90% عرضتهم للحراره من فوق والكريم اوكي يعني لو انها بارده بنشعل من تحت اول شيء 10 دقائق ربع ساعه أوكي. بعدين واذا كانت بالفريزر شو بنعمل؟ بنحطها على نار خفيفه من تحت اول شيء وبعدين بنولع من فوق يعني من بعد ما تاخذ الحراره. سؤال الكريم فريش بتحط بالفريزر؟ الكريم فريش بتنحط بالفريزر نعم حتى اذا كانت الكريم فريش ني بتنحط بالفريزر واذا كانت مطبوخه بتنحط بالفريزر. ني بتنحط بالفريزر؟ كمان مثل ما هي هيك نحن فينا نحط كبايه بالفريزر ونشيلها بعد شهر شهرين تستعملها. اوف
اوكي هلا اذا صار لك شيء ما تقول انا قلت لك على التلفزيون. كلكم شاهدين. ليكوا انا هون، ليكوا احبائي شو رح اعمل؟ رح اجي انا من هيدي الكريم اللي بقيت عندي، ليكوا كمان شو فيني استعملها، فيني استعملها للفور تشيز، فيني استعملها للحم اللي بقيت عندي، ما عندي انا اي مشكله اطلاقا اطلاقا اطلاقا. طلعوا شو صارت حلوه بتعقد. معجبني. اوكي؟ كمان وهلا بحط فيها انا كمان شوي صغيره من الجبنه، طلعوا الكريم مع اجمالها بهالطريقه، مع انه فيني ما احط لها طحين، وفيني ما احط لها زيت، بس تطلع الكميه قليله، مش مشكله، وطعمه قوي مش مشكله، هي طريقه كمان انا اول كميه، علي الكميه، زيد الكميه. يعني اذا عندي عزيمه فيي من طبخ برافو عليك، بس انت كونك غشاش كبير فيك تعمل بتعملها. لا بس انه يعني اوكي بهالطريقه. ليك شو عملت؟ غش لا ابدا ابدا ابدا، هذا السلولار تبعولي صار لجوزيف، تفضل. اوكي ثانك يو، ميرسي كثير لك. وهون هلا شو رح نعمل؟ هون صار عندي يوم هيك تلابس الساعه عجبتني كثير. ليكو صحن حلو كثير، اللي انا بدي اعمله هلا، رح اجي انا شيل اللازانيا اللي هي استويت انا عندي، ونحن بنعرف اللازانيا اذا استويت بس يبلشوا يدقوا ببعضهم من الطرفين، يعني الطرف الاول بدق بالطرف الثاني، ما عندنا اي مشكله هون، وهيك كمان قد ما بدنا فينا نسلقها، بس نحن اكيد ما نخليها الدنتي بطريقه كمان كثير حلوه. بس جاي عيد هالمعلومه، بس يدقوا ببعضهم من الطرفين. شوف هون كيف دقين ببعضهم، يعني أوكي. بس تنطوي من ميل للتاني بطريقه سريعه، يعني استوت، يعني انا برايي بتكون استوت، بتكون بعدها شوي الدنتي، بس نحن اذا بدنا بعد مثل ما قلت قبل شوي بنسلقها بعد شوي صغير زياده، بس هي بس يدقوا ببعضهم نحن خلص اصلا رح تمرق ترجع على النار مع الصوص 100%. لك هون شو صار هلا، وتطلع هون شو حلوين، هي اخر وحده، وهون لكوينا، وهلا انا رح ارجع انا هون طفت مطفي هون شوي صغيره، ورح بجي انا على النودلز نطفي صغيره، بحطهم بالمي اللي انا عم تغلي عندي. عندي كمان انا يا جوزيف هالفرشات الحلوه مشان كمان النودلز، بنسكر عليهم شوي مشان يغلوا، وبنجيب بسرعه نحن عندنا لهون هلا الصينيه الدجاج، طلعوا شو حلوين، وهيدي الصينيه هون طلعت من الفرن اللي هي جراتان، طلعوا شو حلوين. اوكي؟ عقدت؟ معلوم هي عقدت بالغليان يا جوزيف، هلا بتشوف، تعرف معي. قرب معي يا ابو سوس. ليكو هون اول شغله انا عندي هون رح انا ضيف هلا، طلع طلع الكريم، شوف ليك الكريم، شايف الدجاج، شايف الموتزاريلا، عظيم. انتبه جوزيف كيف عظيم. اوكي بهالطريقه هيك فينا كمان نحط الصوص، وجيب هلا كمان بدي اياك تساعدني بس شو هيدا الموضوع هيك هيك، بس انك ها بالاكل لا. اوكي بس انه تنظف الصحن نتفه صغيره. ليكو هون كمان هون شو بيصير معنا كمان جوزيف، منزيح شوي صغيره، بنجي نحن لهون، طلع انا عندي شو اللازانيا، هيدا انا شقفي بحطها بهالطريقه انا هيك، وبجي بحط عليها اوكي من الدجاج مع الصوص، منتبهين؟ وبرجع بشيل وحي تاني انا هون، طلعوا شو عم بعمل. جوزيف جيب جبنه، جيب الجبنه اللي بتحبها، لا 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 حطها هون، جيب الجبنه اللي بتحبها مع المبرش روج. طلع كمان هون، طلعوا كمان، يلا يا جوزيف كيف الوضع؟ جو. هيدي كمان فيك تعملنا اياها عندك بالبيت بس تعزمنا يا جوزيف، او نحن نعزمك نفس الموضوع، بس انه اخذنا فكره حلوه، بنرجع كمان على مهلك شوي يا جوزيف، لك كيف هون؟ على مهلك تناخذ هيدي يا جوزيف. زيح شوي، بليز، حطينا كمان، فهمتوا شو عملت انا هون احبائي هلا؟ واخر وحده هون، طلعوا كيف؟ وهيدي هون اخر وحده. صار عندنا هلا شيء اسمه لازانيا اسبريس مع الدجاج، فينا نقدمها لشخصين وناكلها بطريقه كمان كثير حلوه، اوكي؟ وهلا هون اما النودلز اللي عندنا اياه هون صاروا كمان واو، طلعوا النودلز شو حلوين. ليك جوزيف ايه النودلز اللي عم نعملهم كمان نودلز اسمر واو، شايف كيف؟ جيبها عندك كمان، فيك تحط كمان جبنه ثانيه، طلع كيف انا هون وعندي اياها كمان انا هلا هون. اللي انا رح اعمله هلا طنجره منصفي بسرعه النودلز اللي عندنا، وثالث صحن يا جوزيف صار عندنا، واليوم الساعه 3 وين انت رايح؟ الساعه 3 اوريكا. اوريكا برافو عليك، لكن النودلز انا عندي يا جوزيف هون، ومنحرك كمان نحن دايما شادي انت بالجري الباستا، ونحن بالتحكيم اليوم بعد الظهر بعقده، وبرحب بكل الشفيه اللي جايين من برا يزورونا بالاوريكا، وانتو كمان ليكوا شو حلو جوزيف روج شو. صحن 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 صحن
بس بشرفك ما تقول ليش. لا حط هونيك بليز. حط هونيك انت بدك تنهي بعد شوي صغيره. ما تقول السر اللي بينه وبينك. سر؟ يعني ما تقول كل ما انت مش معذبني وكل ما انت عم تدرس خطوتك معي وكلماتك انا راح ضلني مخبى السر. لكن النودلز مع اللحم المفروم اللي بقيت عندي من امبارح، هلا جوزيف بيجيب لي شويه موتزاريلا بحط عليها، بقيت عندي حشوه من الحشوات حتى كبي او غيرها، فيني اعمل معك مع الكريم فريش، حط بقلبها باستا او سباجيتي او بني من دون اي مشكله. اما الدجاج جراتان اللي هي كان موضوع الحلقه، لكن اني هون بالصينيه وعملنا منه صحن كمان، بس موتزاريلا، بس موتزاريلا اوكي. وبعدين عملنا اللازانيا اسبريس بطريقه كمان سريعه فيكم تعملوها. وهون اخذنا ثلاث افكار، والفكره انا برايي اهم شغله عملناها اليوم جوزيف هي انه الدجاج ينسلق بهالطريقه اللي عملناها. عن جد هذه الشغله كثير حلوه. فيك تنهي اليوم عالم الصباح بس اوعى تجيب سيره. اوعى جود بوي شادي، كثير مبسوط منك، خليك هيك، بدي اياك بكل حلقه رواق ورايق. انت ماشي حالك؟ مبروك الجاكيت. لكل المشاهدين بنتقي فيكم بكره بنفس الموعد 10 بتوقيت بيروت. بنذكركم بالحمله التلفزيون، حمله عفوا عالم الصباح بالنسبه اشارات السير، واليوم كان عندنا هالاشاره على 150 متر. انتبهوا، الاولويه لغيركم. بكره الاولويه لكم 10 بتوقيت بيروت. عالم صباح جديد، الى اللقاء.